ما غاديش نضيف اكثر من اضافه الاخوان، لان الدور ديال المراه معروف من كمسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بالنساء خيرا، والطبيعه ديالنا حنا البشريه ديالنا الانسان اول واحد كيستقبلو في الحياه هي الام ديالو، دونك هي المراه. كيحاول ديما يخلي ديك العلاقه بينه وبين المراه على مر الوجود ديالو فوق الارض، باش تبقى ديك العلاقه علاقه محبه وموده وكذا. بالنسبه لنا حنا كالمكتب الوطني للصيد، اطر كثيره من النساء اللي كتسير المكتب، وعلى راسهم السيده المديره العامه امينه فيكيلي. دونك حنا بالنسبه لنا المراه كتبقى ديما واحد الرمز ديال العطاء، والرمز ديال المثابره، والرمز ديال الالحاح، والرمز ديال الالهام بالنسبه للرجل. بالنسبه للدومين ديال اللي قال كما قال السي عبد الله، بالنسبه للدومين ديال التجاره ديال الاسماك مازال ناقصه شويه المراه فيه، ما كايناش بزاف. كاينين بعض النساء في نيفو ديال اسفي ونيفو ديال هذا، مي كنتمناو على الاقل قريبا ان شاء الله الرحمن الرحيم لو نشوفوا حتى هما نساء في الدومين ديال التصدير الاسماك، وفي الدومين ديال البيع والشراء ديال الاسماك. مره اخرى كنهنئكم بهذا اليوم العالمي، وكنتمنى لكم النجاح والاستمرار ان شاء الله الرحمن الرحيم. نخليو الكلمه